احنا اليوم نحتفل بتخريج مجموعة من المشاركين في مخيم الشرطة الصغير اللي كان بالشراكة ما بين الشرطة وما بين المجلس الأعلى للشباب والرياضة. استهدفنا في هذا المخيم اللي هم المرضى وأصدقاء جمعية التلاسيميا والسكري. طبعا خلال هذا المخيم احنا يعني علمناهم مواضيع توعي وإرشاد شرطي، عملنا لهم زيارات على مقرات الشرطة وعرفناهم كيف الشرطة بتقوم بعملها حتى يكونوا هم دائما شرطة صغار معانا، وعلمناهم كيف التواصل مع الشرطة الدائم حتى انه نبذ جميع السلبيات في هذا المجتمع. يعني احنا كان هدفنا من خلال هذا المخيم هو ان يكون كل مشارك فيهم من هؤلاء المشاركين هو شرطي على نفسه وعلى مجتمعه. طبعا ايضا نشكر كل المؤسسات اللي كانت معنا شريكة في عملية الإرشاد والتوجيه. احنا هنا اليوم لتخريج مخيم صيفي متخصص بعنوان الشرطي الصغير، نفذته الشرطة بالشراكة مع جمعية مرضى الثلاسيميا وجمعية مرضى السكري تحت رعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة، يأتي تحت أوامر سيادة اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتنفيذ مخيمات صيفية عام 2019. كان هناك 33 مخيم صيفي في محافظة طول كرم، 2 منهم تخصصيات. اللي بيميز هذا المخيم انه كان مخيم تخصصي بالاضافه لانه كان مخيم دامج، لانه كان في هناك مرضى ثلاسيميا وسكري بالاضافه لاصحاء، فدمجوهم مع بعض وعملوا لهم مخيم تخصصي في موضوع الشرطه. طبعا هو بالاضافه الى ثقافه وطنيه وزوايا اخرى مثل الفن، الاشغال اليدويه الى اخره. احنا طبعا بنهتم بالطلائع اللي من عمر 13 ل 17 سنه، بس في خصوصيات لبعض المخيمات مثل هذا المخيم انه ناخذ اعمار اصغر، لانه احنا حابين انه غير انه نثقفهم وطنيا لحتى ترسخ الهويه الفلسطينيه في نفوسهم، انهم يكونوا جيل صحي نفسيا وانه ينخرط مع المجتمع مثلهم مثل الاصحاء.